بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. هذا هو الدرس الثاني عشر في الاتصال الكلي عن موضوع مهم جدا، وهو الطلب الكلي. Lesson number 12 Macroeconomics and Aggregate Demand. Aggregate Demand. يأتي هذا الدرس في إطار مشروع تعميم المعرفة للطلبة والمتابعين لموضوع الاقتصاد، طبعا وبخاصة طلبة السنة الأولى والثانية في تخصص الاقتصاد، حتى يمكن أن يكون كمساق عام متطلب جامعة أو متطلب كلية. أذكر بأنني سأعيد الآن تعريف مجموعات الإنفاق التي تحدثنا عنها في المقاطع الأربع السابقة. تحدثنا عن الإنفاق الاستهلاكي اللي هو Consumer Expenditure C، الإدخار S، والإنفاق الاستثماري Investment Expenditure I، نفقات الحكومة Government Expenditure G، والصادرات اللي هو في القطاع السلع الخارجي Exports X، والمستوردات Imports M. وتعاملنا مع متساوية الدخل وكانت كما يأتي: Y تساوي C plus I plus G plus X minus M. هذا الدخل الكلي أو الإنتاج الكلي مسعر إما بكميات أو أنه يعني بسعر الوحدة الواحد يساوي واحد صحيح، فيساوي C الاستهلاك أو الإنفاق الاستهلاكي زائد I اللي هو الإنفاق الاستثماري investment، زائد G اللي هو government expenditure G، زائد الآن النفقات الحكومة طبعا، زائد الإكسبورت ناقص الإمبورت. الآن دعني أطرح فكرة جديدة كما يسميها الاقتصاديون. يسمي الاقتصاديون مجموع الأمكنة المادية والافتراضية، ليس بالضرورة أن يكون مكانا ماديا، لكن ممكن يكون مكان افتراضي عبر الأثير، عبر الإنترنت، عبر أي وسيلة يمكن أن يتخيلها الإنسان. مجموع الأمكنة التي تباع وتشترى فيها السلع الاستهلاكية والاستثمارية، السلع الرأسمالية capital goods، والعامة public goods، الصافي وغير الصافية pure and impure public goods، والمعدل التصدير الإكسبورت، والمستوردة اللي هي الإمبورتد. هاي الأمكنة جميعها اسمها سوق السلع commodity market، يعني كأنها مكان واحد، رغم أنه امتداده عبر مكان جغرافي واسع أما في دولة معينة أو عبر العالم كله، لكن نتحدث الآن في إطار وكأننا نعيش في اقتصاد واحد في دولة واحدة. فكل ما يباع ويشترى من سلع استهلاكية، سلع رأسمالية، سلع عامة، صافية وغير صافية، وأي شيء معدل التصدير ومستورد، يأتي في إطار سوق سلع أو تحت عنوان رئيسي اسمه سوق السلع اللي هو commodity market. الآن نتخيل بأن سوق السلع عبارة عن هذه الدائرة الزرقاء. الآن فيها دائرة اللي هي سلع استهلاكية، دائرة أخرى سلع رأسمالية، في خطأ طباعي بعتذر عنه، رأسمالية بالهمزة، وهنا سلع عامة، وهنا الآن سلع القطاع الخارجي الإكسبورت والإمبورت أو الصادرات والمستوردات. هذا هو سوق السلع. الآن مستوى الأسعار، لم نتحدث بالمقاطع السابقة عن الأسعار ودورها في سوق السلع باستثناء مقطع واحد عن الرقم القياسي لأسعار المستهلك اللي هو Consumer Price Index CPI، باعتباره عن CPI طبعا نتحدث جزءا من مستوى الأسعار العام اللي هو General Price الذي سنتحدث عنه ونركز عليه في هذا المقطع، وباعتبار طبعا الرقم القياسي لأسعار المستهلك CPI مقياسا لتضخم الإنفليشن اللي سنأتي على ذكره في واحد من المقاطع المقبلة اللي هو عن التضخم إن شاء الله. عند هذه المرحلة لابد من إدخال مستوى الأسعار في سوق السلع، لأن الأسعار إشارات signals يوظفها المتعاملون، مستهلكون، منتجون، بائعون، مشترون، كلها يوظف يعني يقوم بتوظيف الأسعار باعتبارها signals أو إشارات يوظفها المتعاملون في السوق على مختلف أنشطتهم، أكانوا مستهلكين أو مستثمرين أو مستوردين. ما المقصود بها؟ أنها تعطيهم مؤشرات عن الكميات التي سيطلبوها، الكميات التي سينتجوها، الكميات التي يعرضوها، وهكذا. ما ينطبق الآن، أذكر، ما ينطبق على مفهوم العلاقة بين السعر والكمية المطلوبة في الاقتصاد الجزئي. بالمايكروإيكونومكس هناك مفهوم السعر the price and the quantity demand اللي هي الكمية المطلوبة، ينطبق على مفهوم مستوى الأسعار العام مع علاقته مع الطلب الكلي الأجريجيت ديماند. وكأنه الآن نتخيل بأن
الطلب على السلع الاجريجيت ديماند اللي هو الطلب الكلي على كل السلع، كأن السلعه وحده واحده والان في طلب عليها وتتاثر الان بمستوى الاسعار. وساشرح ان شاء الله الان الاجريجيت ديماند بشكل يعني ان شاء الله واضح للجميع. الطلب الكلي ومستوى الاسعار اجريجيت ديماند اند برايس ليفل. الان يعرف الطلب الكلي بأنه مجموع كمية السلع التي يطلبها المستهلكون والمستثمرون ووحدات الحكومة طبعا بما فيهم الآن المستثمرون من المصدرون والمستوردون ها، مقابل كل مستوى ممكن من الأسعار خلال فترة زمنية معينة. إذا نتحدث نحن عن إنفاق الاستهلاك، إنفاق الاستثمار، إنفاقات الحكومية أوكي، مقابل مستويات أسعار معينة. يتشكل مستوى الأسعار العام P من خليط كبير جدا من أسعار السلع التي ينفق الأفراد والمؤسسات الخاصة والعامة عليها بما فيها الحكومة ووحداتها المتعددة. ومن الطبيعي طبعا أن نتوقع انخفاضا في الطلب الكلي عند ارتفاع مستوى الأسعار P. يعني إذا ارتفع مستوى الأسعار P فإن الطلب الكلي سينخفض، وإذا انخفضت الأسعار سيزداد الطلب الكلي. لا نتوقع أن ترتفع الكميات المطلوبة التي يقبل عليها، هذا في الاقتصاد الجزئي طبعا أذكر، لكن في ربط هنا. لا نتوقع أن ترتفع الكميات المطلوبة التي يقبل المستهلكون على شرائها في الأحوال العادية إذا ارتفعت أسعارها. وقد ذكرت في مقطع سابق بأن حجم الإنفاق الاستثماري على سبيل المثال يتناسب عكسيا مع سعر الفائدة، ما يعني الآن بأن هذا الطلب على الاستثمار يتناسب تناسب عكسي مع الفائدة، وهكذا لبقية أشكال الإنفاق. بمعنى آخر إذا ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية فإن الطلب سينخفض عليها، إذا ارتفعت أسعار السلع العامة فإن الطلب سينخفض عليها، وهكذا. التمثيل البياني، دعنا نعرف الإنفاق الإجمالي من خلال متغير واحد شامل هو واي. الآن الإنفاق الإجمالي ذكروا أنه إحنا وضعنا هذا اللي هو الإنفاق على الاستثمار، الإنفاق على الاستثمار، الإنفاق على عفوا هون إنفاق على الاستهلاك، إنفاق على الاستثمار، إنفاق على الحكومة السلع العامة، وهنا إنفاق على الصادرات والمستوردات. هنا إنفاق طبعا يأتي على شكل دخل، هنا يأتي على شكل إنفاق إلى الخارج. ما يعني الآن بأن الإنفاق الإجمالي واي، لكن كل وحدة منها تعمل بسوق مختلف، عفوا في 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 سياق مختلف. الآن يرتبط كل مستوى لواي، كل مستوى من واي الآن بمستوى أسعار معين، وتكون علاقة بين كل واي، كل واحدة من واي وكل بي عكسية. بمعنى آخر إذا ارتفعت الأسعار تنخفض واي، وإذا انخفضت بي ترتفع واي، أي أن ارتفاع مستوى الأسعار بي يؤدي انخفاض واي. هلا لنأخذ هذا الشكل، لكن على سبيل المثال وصل الدخل التوازني في الشكل المرفق هنا إلى 100، طلعوا لهلا على 100، الدخل التوازني أصبح 100 هنا، معنى آخر هنا الدخل وهنا مكونات الإنفاق CIGX-M هنا على المحور العمودي وY، والآن خط متقاطع بيقول لي كل النقاط التي وقعت عليها متساوية، ما يعني أن نقاط التقاطع الآن بين مكونات الإنفاق الكلي والدخل الكلي تساوت. فعندما كان السعر P يساوي 50، P يساوي 50 هنا بنلاحظ على أنه مستوى الدخل وصل إلى 100. فهذه إذا أسقطناها ورسمنا هذه النقطة جي على الجزء الثاني من الرسمة حصلنا على النقطة جي. عندما انخفض السعر عفوا هو طبعا عندما وصل السعر إلى مستوى 50، الآن لنفترض أنه ارتفع إلى 55، ارتفع السعر من 50 إلى 55، انخفض الدخل الكلي أو واي أو الإنفاق الكلي من واي تساوي 100 إلى واي تساوي 85. إذا الآن انخفض الطلب الكلي واي من 100 إلى 85 عندما ارتفع السعر من 50 إلى 55، فحصلنا على هذه النقطة. والتقاطع الجديد طبعا يكون عنده النقطة بي مقابل بي، جيم هذه مقابل جيم، بي هنا مقابل بي. الآن لنفترض أنه الأسعار ارتفعت إلى 75، من 50 إلى 55 إلى 75، نجد بأن الطلب الكلي انخفض من 100 إلى 85 وأخيرا إلى 60، فحصلنا على نقطة تقاطع A، وهذه النقطة على الجزء الثاني، على الربع الأول من الجزء الثاني A. ما يعني الآن إذا رسمنا
خط مستقيم يصل بين A B G ألف ب ج ألف ب ج نحصل على منحنى الطلب الكلي. منحنى الطلب الكلي إذن لأنه العلاقة عكسية بين مستوى الأسعار من جهة والطلب الكلي من جهة. لكن هذه النقاط حصلنا عليها من نقاط التقاطع الآن بين مستوى الدخل والإنفاق الكلي من مكونات الإنفاق الكلي C I G زائد X minus M. طلب الكلي ومستوى الأسعار، بناء على علاقة الطلب الكلي مع مستوى الأسعار يكون منحنى الطلب الكلي كما يأتي اللي هو downward sloping. عندي على المحور الأفقي مستوى الدخل طلب الكلي Y، وعلى المحور العمودي مستوى الأسعار، وهذا الآن طبعا مستوى الأسعار الآن هذا هو منحنى الطلب الكلي aggregate demand. هذا هو aggregate demand curve، العلاقة عكسية بين مستوى الأسعار العام والطلب الكلي Y. التغيرات الممكنة في الطلب الكلي، كيف الآن ينتقل منحنى الطلب إلى اليمين، الطلب الكلي طبعا aggregate demand curve إلى اليمين أو إلى اليسار، يعني الإزاحة إما shift to the right or shift to the left، الإزاحة إما إلى اليمين أو إلى اليسار. العوامل المؤثرة في الطلب الكلي، الدخل إذا ارتفع الدخل يؤثر إيجابيا، إذا ارتفعت الثروة تؤثر إيجابيا، عدد السكان يؤدي إلى يعني إزاحة إيجابية معنى آخر إلى اليمين. أسعار الفائدة، إذا ارتفعت أسعار الفائدة تؤدي انخفاض الاستثمار ما يؤدي إلى انخفاض الطلب الكلي إلى اليسار. توافر الائتمان، كلما توافر الائتمان زاد الطلب الكلي. الطلب الحكومي لأنه الآن انفاق الحكومي، إذا ارتفعت الضرائب تنخفض ينخفض الطلب الكلي لأنها تؤثر على الانفاق الكلي. إذا ارتفع الطلب الأجنبي سيؤدي إلى ارتفاع الطلب الكلي بمعنى آخر إزاحة اليمين. إذا ارتفعت الاستثمارات سيؤدي إلى إزاحة كاملة في الطلب في منحنى الطلب الكلي اليمين. التوقعات عن التضخم والدخل والثروة، إذا توقعنا بأن التضخم سينخفض أو ارتفع الآن تؤدي إلى إزاحات. وبالتالي الآن نفترض بأن الحكومة بأن الإنفاق الحكومي ارتفع، ماذا يؤدي؟ ننظر إلى هذا الرسم البياني. الآن عندي التقاطع A في الحالة الأولى كان عند هذا المستوى A، لأنه الإنفاق الحكومي كان عند مستوى معين. عندما ارتفع، الآن نفترض بأن الإنفاق الحكومي ارتفع، ارتفع ما يعني إنه الإزاحة في منحنى الطلب أو هو الإنفاق الكلي إلى الأعلى، إلى الأعلى. ما يعني الآن إنه التقاطع، لنفترض أنه انتقل من Y sub L إلى Y sub H اللي هو من low to high، فأصبح التقاطع عند النقطة B. عندما كان الآن في الجزء الأسفل حصلنا على هذا المنحنى، هذه النقطة على المنحنى الأسفل اللي هو aggregate demand number one. عندما ارتفع الطلب الحكومي أدى إلى إزاحة كاملة، ارتفاع في Y sub H إلى الأعلى فأدى ذلك إلى إزاحة تامة في منحنى الطلب الكلي إلى اليمين، فحصلت النقطة B التقاطع الأعلى، وهنا النقطة B على الأجريد ديمان نمبر 2. لنفترض الآن يعني سأوضح هذا الكلام كلياته في منحنى جديد في رسم بيان جديد. Y على المحور الأفقي الطلب الكلي، الآن على المعمودي طبعا البرايس ليفل كما ذكرت قبل قليل، هذا الأجريد ديماند رقم 1 AD sub 1. الآن نتيجة لارتفاع الإنفاق الحكومي سيؤدي ذلك إلى إزاحة تامة في منحنى الطلب الكلي من AD 1 إلى AD 2، وبالتالي تكون إزاحة إلى اليمين. معنى آخر أنه الدخل الكلي، الإنتاج الكلي قد زاد، وهذا طبعا بأثر أنه الإنفاق الحكومي. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجياً أن يكون قد قدم الفائدة المرجوة لطلبتنا الأحباء والمتابعين. وإلى لقاء آخر إن شاء الله تتم لهذه الدروس حتى ننهي الاقتصاد الكلي برمته من خلال المقاطع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.